مليون مسج لكل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس اللي مش مشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده، صلي على النبي وصبحك الجميل اعمل لنا لايك وشير عشان يجي لك كل جديد. ان شاء الله مطلعين الكلب النهارده اللي هو لسه بنبتدي معاه. طبعا الكلب زي دوت لعبي لدرجه ما تتصورهاش. طب نبتدي اللي احنا هنشتغل مع الكلب واحده واحده، يوم نطلعه يلعب ويقعد جنب الكلاب ويوم نشغلوه، لان الكلب لعبي قوي. الكلب هنا بنضطر عشان انت تيجي تشغله لازم تحط كلب او كلبين او تقرص الكلب. طب احنا مش عايزين كده، احنا عايزين تخش تهوش الكلب او تخش على الكلب، الكلب يشتغل. هو عشان تعملها، تعملها ازاي؟ لازم تشتغل مع الكلب واحده واحده. في كلاب ممكن تستجيب معاك، في كلاب ممكن ما تستجبش، وفي كلاب ممكن تستجيب على مراحل بس بتطول معاك. تبتدي تمشي مع الكلب واحده واحده. لو انت بتبتدي مثلا جاي لك كلب جديد بتتمرن بتدرب في مكان او على سطح، او انت مثلا ما عندكش المجال اللي انت تدرب او تجيب حد وتدفع فلوس، فاحنا بنحاول اللي احنا نوصل لك المعلومه عشان انت تعرف تعمل زينا كده اهو. ما عندكش امكانيات اللي انت تجيب حد، بتجيب صاحبك او بتجيب حد قريبك، اي حد ما ياكلش الكلب، وبيبتدي يشتغل مع الكلب واحده واحده زي ما احنا هنعمل كده اهو. يلا بينا كده يا عمر، عايزين نشغل الكلب من غير ما يتقرص. Yeah.
يلا يلا طلع كده بواحد واحد. ايوه كده يلا كان صحابه مدلعينه او كان بيتلعب معاه ياما او ما كانش بينزل يشوف حد ياما. ففي كلتا الحالات الكلب يكبر تلاقي الكلب خايف، تيجي انت تشتغل معاه يبقى بين البنين، يا يشتغل يا ما يشتغلش، وربنا المستعان يا رب. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، والنهارده انت كنت استمتعتم معنا هنا هنا سادتي وسادتي. تمتع حلقتنا اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه. انت السيطرة، انت العالم والادارة، ايوه كينج العصر الحالي، يعني خلصة وعالمسطرة.